الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوتي في الله، بعد شهر رمضان وقد بذل كل منا ما يستطيعه حتى يتحصل على النفع الأكبر من هذا الشهر المبارك، بعد كل هذا يقل نشاطنا وتفتر همتنا، وهذا مفهوم وقد يكون إلى حد ما طبيعيا، فقد سعى الكل للاستفادة القصوى من رمضان، ثم الآن فترة راحة. الذي لا يمكن فهمه
والذي لا يمكن قبوله ليس الفتور وإنما التوقف التام، أن يتوقف الإنسان بعد رمضان عن العبادات التي كان عليها في رمضان. فكيف لمن كان يقرأ في اليوم جزءا وجزئين وثلاثة، كيف لمثل هذا أن يعجز في اليوم التالي لرمضان عن قراءة صفحة أو صفحتين؟ تمر الأيام والأسابيع وربما الشهور ولا يفتح المصحف أصلا. وكيف لمن صام شهرا كاملا متتابعا أن يعجز عن صيام الستة البيض من شوال، أو أن يعجز عن صيام الاثنين أو الخميس، أو عن صيام الأيام الثلاثة القمرية من كل شهر عربي؟ المشكلة الحقيقية أن الكثير من المسلمين يتوقفون تماما بعد رمضان. وفي خطبتنا اليوم إن شاء الله سأذكر أربعة أسباب لماذا ينبغي الاستمرار بعد رمضان. السبب الأول متابعة الطاعات بالطاعات من آكد العلامات على قبول الطاعة. الحسن البصري رحمه الله قال: إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. وكل من عمل في رمضان، نرجو الله أن نكون منهم، إنما يريد بعمله وجه الله، يريد القبول. سبحان الله، من علامات القبول أن تتابع بعد رمضان. بل سبحان الله، الهدف الرئيس في رمضان تحصيل التقوى. والله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا تابعت بعد رمضان فإن ذلك يكون كالبشرى لك أن الله جل وعلا قد قبل منك في رمضان. وهذا يؤدي إلى بشارة أخرى، أن الله جل وعلا قد منحك التقوى في رمضان. كل حسب قدره وكل حسب اجتهاده. فلا ينبغي للمسلم أن يتوقف، بل يتابع أملا في رحمة الله جل وعلا أن يكون من المقبولين المتقين. أسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. الله جل وعلا يقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى في هذه الآيات: والذين يؤتون ما آتوا، يعني يفعلون ما فعلوا، وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فسر الآية. فكأن الوضع المثالي للمؤمن بالله جل وعلا أنه يقوم بالطاعة وهو يأمل أن الله جل وعلا يتقبل منه على عيبه وعلى ضعفه وعلى ما دخل نيته. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا. بين ذلك الأمل وبين خوفه ألا يقبل الله جل وعلا منه، هذان الطاقتان تكونان حافزا إلى المسارعة في فعل صالح آخر، وفعل صالح آخر يؤدي إلى آخر وإلى آخر، وهكذا حتى تنقضي حياة الإنسان وهو في طاعة، يكابد الطاعة بعد الطاعة إلى أن يلقى ربه تعالى فيغفر الله جل وعلا له ويرحمه. أسأل الله أن نكون من هؤلاء. هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة تقود إلى الطاعة، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السبب الثاني
أن الله جل وعلا إذ أمرنا بطاعته وأمرنا باغتنام المواسم، مواسم الطاعات كرمضان وكالعشر الأول من ذي الحجة وغيرها، أمرنا بذلك لنا، نحن الذين نحتاج ذلك، نحن الذين في افتقار إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله جل وعلا لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، كما في الحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فنحن المحتاجون، نحن المفتقرون إلى الله جل وعلا، نحن الذين لا يمكننا النجاة ولا السعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأن نكون في علاقة مع الله جل وعلا، في صلة بالله جل وعلا. وكلما قويت تلك الصلة ازدادت السعادة وأمنت النجاة. والجميل في الأمر أن الأمر أن الموضوع ليس فقط حول النجاة في الآخرة، بل الإنسان الذي يكون منبت الصلة بالله جل وعلا يستحيل أن يكون سعيدا. العلاقة بالله جل وعلا تأتي بالكثير من الخير في الدنيا قبل الآخرة، السعادة الحقيقية والرضا وراحة البال وطمأنينة القلب والقوة التي بها يجتاز الإنسان الشدائد التي لا محالة واقعة. كل إنسان يمر بالشدائد في هذه الحياة، كيف يمر الإنسان من كل هذا إذا لم يكن ذا صلة قوية بالله جل وعلا؟ فنحن محتاجون إلى الله، حاجتنا إلى الله وافتقارنا إليه صفتان لازمتان لنا لا تنفكان عنا. فإذا كانت الحاجة والافتقار لا ينفكان عنا لا في رمضان ولا بعد رمضان، فكيف يعقل أن نتوقف عن العبادة بعد رمضان؟ كيف يعقل أن نقطع تلك الصلة بعد أن أوجدت بفضل الله جل وعلا أو قويت بفضله تعالى؟ كيف يمكن لنا أن نأخذ قرارا من اليوم التالي أننا لن نتابع، سنتوقف؟ هل توقفت حاجتنا؟ هل انتهى افتقارنا إلى الله جل وعلا؟ لا والله، نحن في رحلة إلى الله جل وعلا ولا ينفك افتقارنا عنا ولا تنتهي حاجتنا إلى الله جل وعلا أبدا. هو الغني عن كل خلقه وكل خلقه سبحانه وتعالى مفتقر إليه. فلا ينبغي لنا أن نقبل من أنفسنا تلك الجفوة بعد رمضان، بل ينبغي أن نتواصى فيما بيننا بالعودة إلى الله جل وعلا وبالمسارعة إلى طاعته، وأن نتواصى باستكمال ما بدأناه في رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر. السبب الثالث أن رمضان وسيلة لا غاية. كثير من الناس يتعامل مع رمضان على أنه الغاية، فإذا انتهى رمضان خلاص الحمد لله انتهى الهدف، لكن في الحقيقة رمضان وسيلة وليس غاية. الإنسان منذ لحظة ولادته وهو سائر في طريقه إلى الله جل وعلا، في طريقه إلى لقاء ربه، وهذا حتم مقضي، أمر محتوم لا فكاك ولا مهرب منه. وفي سيره هذا إلى الله، الله جل وعلا يعطيه فرصة ليعد نفسه للقاء القادم لا محالة، حتى يكون من الفائزين وحتى يكون من الناجين. وهذا الهدف لا يمكن التحقق منه ولا يمكن تحقيقه إلا عندما يخرج النفس الأخير من الإنسان. أي شيء من الممكن أن يتغير في أي لحظة. ولذلك كان دعاء
الأنبياء والصالحون، ولذلك كان دعاء الأنبياء والصالحين أن يثبتهم الله جل وعلا على الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء كثيرا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سيدنا يوسف عليه السلام عندما دعا الله جل وعلا قائلا توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فلا ينبغي للإنسان أن يظن أنه قد بلغ في سيره مرحلة يكون قد أمن فيها مصيره وأعد نفسه أتم الاستعداد للقاء ربه وهو لا يزال على قيد الحياة. الله جل وعلا يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني سائر بعملك للقاء ربك، لا محالة ستلاقيه، ستلاقي ربك أو ستلاقي نتيجة عملك، فكيف يكون كدحك؟ وإذا أحسنت في شيء من عمرك في عملك كيف يمكن لذلك الإحسان أن يكون مسوغا للإساءة؟ كيف يمكن للقرب أن يكون دافعا للجفاء؟ أسأل الله جل وعلا أن يعافينا من ذلك. الفضيل بن عياض رحمه الله سأل رجلا كم مرة من عمرك؟ فقال الرجل 60 سنة. فقال له الفضيل منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تبلغ، هي رحلة أنت تسير فيها إلى الله جل وعلا يوشك أن تبلغ. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل أتدري تفسير ما تقول؟ فقال الرجل لا. فقال أنت لله عبد وإليه راجع، ومن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال له الرجل فما الحيلة؟ ما الذي أفعله؟ ما الذي أصنعه؟ فقال له تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن لم تحسن فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحسن فيما بقي. وكما يقال هل تعلمون ما هو اليوم؟ إنه أول يوم فيما تبقى من عمرك، في كل لحظة. هل تعلم ما هذه اللحظة التي تعيشها الآن؟ اليوم الذي تعيشه الآن هو اليوم الأول فيما تبقى من عمرك، وهذا سبب آخر حتى نتابع بعد رمضان. رمضان محطة في رحلة، نحن في رحلة سائرون إلى الله جل وعلا. رمضان ليس الغاية وإنما هو محطة في رحلة، الله جل وعلا أعطانا تلك المحطة حتى نتزود بالطاقة الإيمانية التي تمكننا من متابعة السير إليه جل وعلا والاستعداد للقائه سبحانه وتعالى. وهذا ما يقوم به الكثيرون في رمضان، يستعدون ويتزودون للطريق. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لكن هل يعقل بعد أن تزودت بالطاقة اللازمة للمتابعة أن تتوقف فورا؟ هذا تخيلوا رجلا يريد أن يعبر الطريق، وحتى يعبر هذا الطريق ينبغي أن يقفز من فوق حفرة واسعة. ما الذي سيفعله هذا الرجل؟ سيرجع إلى الخلف مسافة ما يقدرها، ثم يركض بكل ما أوتي من قوة حتى يستطيع القفز وعبور الجهة الأخرى من الحفرة. تخيلوا أن هذا الرجل رجع إلى الخلف ليكتسب من الطاقة الحركية الكامنة ما يمكنه من مجاوزة الحفرة، وظل يركض ويركض ويركض حتى إذا بلغ حافة الحفرة توقف. ما الذي فعله؟ أضاع ما جمعه، ولو قفز بعد توقفه لسقط ومات. هذا ما لا ينبغي أن يكون عليه حالنا بعد رمضان. بعد تحصيل تلك الطاقة الإيمانية وبعد التزود لمتابعة السير إلى الله جل وعلا لا ينبغي أن نتوقف. التوقف يذهب الأثر الذي وجد في رمضان، فينبغي علينا أن نفكر بهذه الطريقة. رمضان وسيلة لا غاية، والغاية هي أن نموت والله جل وعلا راض عنا، والغاية هي أن نكدح في طريقنا إلى الله جل وعلا حتى تنتهي آجالنا فنلقى الله جل وعلا
فيرحمنا برحمته. أسأل الله جل وعلا أن نكون جميعا من المقبولين المرحومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وليل الصابرين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. ثم أما بعد، السبب الرابع، منذ اللحظة الأولى لنا في هذه الحياة ونحن في معركة شديدة الشراسة مع عدو لا يرحم، الشيطان الرجيم. والله جل وعلا حذرنا من عداوته فقال إن الشيطان للإنسان عدو مبين في كثير من المواضع. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. المشكلة أن معظم البشر لا يدركون هذه الحقيقة، وأن كثيرا من المؤمنين من المسلمين يعلمونها ولكنهم لا يعملون بناء عليها. ولو علم الإنسان أن جاره يترصد له ويتربص به لما نام حتى يأخذ بكل الأسباب التي يؤمن بها نفسه، يضع كاميرات مراقبة، يبلغ الشرطة، كل ما يضع على النوافذ وعلى الأبواب يؤمنها تماما حتى لا يدخل أحد إلى البيت، سيأخذ بالأسباب عداوة. والله لا يوجد في هذه الحياة من هو أشد عداوة للإنسان وأشد خطرا على الإنسان من الشيطان، ومع ذلك غير موجود في استعداداتنا لتلك العداوة ما يبين إدراكنا لحجم تلك العداوة. والله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو مفهوم، الله جل وعلا يقرر عداوة الشيطان للإنسان، فاتخذوه عدوا، تعاملوا معه على هذا الأساس، قوموا بما تستطيعون بناء على تلك المعلومة الخطيرة التي يخبرنا الله جل وعلا بها علام الغيوب. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أفلا نتخذ الشيطان عدوا؟ والأكثر إخافة أنه عدو خفي، العدو الظاهر من الممكن للإنسان أن يتعامل معه، لكن الشيطان عدو خفي، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وعدو ذو خبرة. يعني الخبرة يقول لك واحد يقول لك والله إحنا في الـ we are in the field in the business for since 1954. الشيطان في هذا العمل، عمل إغواء الإنسان وإضلال الإنسان منذ خلق الله جل وعلا آدم، وأمر الشيطان أمر إبليس بالسجود له. الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم. الشيطان كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قعد لابن آدم بأطرقه، لا يدع لك طريقا تسير فيه إلا وهو معك، لا يدعك تخلو بنفسك ولا بربك ولا بزوجك ولا بأهلك، كل شيء يدخل فيه الشيطان، كل شيء. كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجلس لابن آدم في كل طريق ويدخل في كل شأن من شؤونه. ولذلك عندما تجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك ذكر نستعين به الله جل وعلا على الشيطان في كل أمر من أمورنا، قبل النوم وعند الاستيقاظ، قبل دخول الخلاء وعند الخروج من الخلاء، قبل الطعام وبعد الطعام، عند العلاقة الحميمية بين الرجل وزوجته يقول، من المفترض أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الأمر بهذه الخطورة، فكيف لا نتعامل معه هكذا؟ أحاديث، عشرات بل مئات الأحاديث يذكر الله جل وعلا لنا فيها، ويذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ترصد الشيطان بنا عند الطعام والشراب. الله جل وعلا يقول للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، سلاح المشاة وسلاح الفرسان، جيش، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، في كل شيء. معركة في غاية الشراسة، في غاية الخطورة، منذ يأتي الإنسان لهذه الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا، وفي رواية إلا ينخسه الشيطان فيستهل صارخا. وأنت لازلت طفلا في بداية حياتك،
وعند الموت وما بينهما، عند الموت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. والشيطان وعد قال: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فعند الموت وقد روي أن الشيطان يقول لأعوانه عندما يحتضر أحد الناس: دونكم فلان، فإنكم إن فوتموه اليوم لا تدركوه غدا. خلاص الفرصة النهائية لإضلاله وإغوائه حتى يموت على غير الدين، فيكون من الغاوين، فيكون من أهل النار مع الشيطان. أسأل الله أن يعيذنا من ذلك. معركة في غاية الشراسة، وما يجعلها أشد خطورة وأكثر إخافة أننا لا ندرك أبعدها ولا نعمل لها. لكن من فضل الله جل وعلا أن الله جل وعلا يعطينا مواسم مثل رمضان. في رمضان على خلاف ما بين العلماء تصفد الشياطين ومرضة الجن، يبقى أثر الشيطان ولكن يبقى ضعيفا. الله جل وعلا يعطيك فرصة لتستعد ولتتزود للمعركة. فالمعركة ليست رمضان، المعركة تبدأ بعد رمضان. أنت في معركة وهناك خطر، فيأتيك واحد من الناس يدخلك إلى مستودع ذخيرة وسلاح، يقول لك يعني البس هذا الدرع، خذ هذا الدرع وأحمل هذه الأسلحة، وأنت تعد نفسك وتتدرب ثم تخرج للمواجهة. فهل من المعقول بعد أن تتدرب وتتزود وتلبس الدروع وتحمل السلاح أن تترك كل ذلك عندما تخرج إلى العدو؟ هل هذا ممكن؟ ليس معقولا والله، ولكنه للأسف ما يحدث. وهذا أيضا من كيد الشيطان. الله جل وعلا أعطانا رمضان فرصة فلا ينبغي أن نضيعها. ما حصلناه في رمضان ينبغي أن نبني عليه بعد رمضان. هناك الكثير من الأسباب التي تدفعنا إلى الاستمرار في العمل بعد رمضان، أقتصر منها على هذه الأربعة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نعيذ أنفسنا وذرياتنا بك من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين نصرا عاجلا وفرجا قريبا. اللهم أهلك عدوك وعدوهم يا رب العالمين، ومن عليهم بنصر قريب وفرج عاجل يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.